أهلا بحضراتكم مرة تانية، وهنروح معاكم لموضوع لطيف جدا جدا جدا. كانت محافظة السويس عملت أولمبيات المدارس. إيه أولمبيات المدارس؟ ده جمعوا الطلبة الموهوبين من المدارس المصرية في السويس عشان يتنافسوا في ثلاث مجالات: المعارف العامة والثقافة والرياضة وريادة الأعمال. ودي كان ضمن مفهوم كبير وهو أولمبيات المدارس المصرية اللي إن شاء الله هتكون في كل المحافظات، وكمان بيشترك فيها مجموعة من الشخصيات العامة ومن المثقفين وكمان المهتمين بمجال الرياضة زي زميلي طبعا الإعلامي هاني حتحوت، نوجه له التحية. هو كان مشارك أساسي في هذه الأولمبيات في كمان قطاع الرياضة، والحقيقة كان في صدى. أنا شفت اتفرجت على كتير من صور والفيديوهات، وكمان من تفاعل الأطفال مع الموضوع، فكان كمان شكل لطيف من أشكال التعلم وكسر الروتين. وشفت المنافسات الرياضية كانت قد إيه لطيفة جدا 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 جدا. يمكن كان نفسي أتابع أو بتابع بقية المنافسات، فإن شاء الله هبقى أبص عليها برضو. ومنها مثلا مسابقات التري ماتش وصيادين الجوائز وغيرها من الحاجات اللي بتكسر النمط التقليدي في التعليم، وكمان بتحفز مواهب الشباب في المدارس في سن صغيرة. احنا معانا الأستاذ ياسر عمارة، مدير مديرية التعليم في السويس. أهلا بك يا أستاذ ياسر، منورنا. أهلا وسهلا بك يا فندم بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، يعني سعداء بالتجربة دي، ولو حضرتك كده تلخص لنا برضو التجربة دي وإزاي كانت تجربة جديدة، وكمان اشترك فيها شخصيات عامة وزيارة على التلفزيون، وطبعا قناة مدرستنا كانت مشاركة فيها بشكل أساسي. يعني متهيألي ما شفناش حاجة زي كده قبل كده بالاهتمام ده يعني برضو في المحافظات. إيه رأي حضرتك وتحكي لنا القصة؟ بداية أهلا وسهلا بحضرتك السادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. طبعا أولمبياد مدارس مصر ده أنا بعتبره حدث تاريخي تم أو جاري الآن على أرض السويس. طبعا أولمبياد مدارس مصر ده طبعا اتجاه الدولة لرعاية الموهوبين وفخامة الرئيس، وكانت توجيهات معالي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي باليوم الرياضي. احنا بدأنا العام الدراسي باليوم الرياضي في جميع مدارسنا. طبعا اليوم الرياضي كان المنتج بتاعه الطلبة اللي تم انتخابهم أو اختيارهم من المدارس، اكتشفنا الموهوبين وتم اشتراكهم في أولمبياد مدارس مصر. الحقيقة أولمبياد مدارس مصر دي كانت حصري لقناة مدرستنا، وكانوا السادة المشرفين على قناة مدرستنا كانوا هم بيديروا منظومة أولمبياد مدارس مصر. تم انتخاب 16 مدرسة على مستوى محافظة السويس بما يقرب 320 طالب متميزين في كل المجالات، زي ما قلت سعادتك كده في الثقافي وفي الرياضي وفي رياده المشروعات. الحقيقه احنا كان في برضو عده معايير لاختيار الطلبه، كان منهم المتفوقين دراسيا والمتفوقين رياضيا واللي حققوا مراكز على مستوى الجمهوريه في مختلف الانشطه. اي انا من غير اقطع كلام حضرتك، بس بشوف لقطات جميله والشباب متحمس اثناء اعلان الجوائز وبيهتفوا، وحتى اولياء الامور، فدي روح حلوه، يعني روح لطيفه تكسر التقليدية في وسائل التعليم بتاعتنا، وتدي برضو الناس كده شوية حماس ان هو يعرف ويزود معلوماته وخبراته. فلذيذة المشاهد اللي بنشوفها دي. هو طبعا سعادتك زي ما سعادتك قلت كده، هي عملت حالة من او حالة تنافسية بين الطلبة على التحفيز وعلى الفكر، وعملت لهم عملية عصف ذهني، وخاصة في ريادة المشروعات. أنا لسه هتكلم مع حضرتك في الموضوع بتاع ريادة المشروعات. طبعا هو في بداية الأولمبياد طبعا كان بعض أولياء الأمور يقول لك لا دي هتضيع وقت الولاد، لا طب إزاي. بدأنا بعد مضي 3 أيام تقريبا من بداية الأولمبياد، بدأ في عملية إقبال شديد جدا من أولياء الأمور على اشتراك أولادهم في الأولمبياد. طبعا الأولمبياد بدأت بعدة ورش عمل من الشخصيات العامة زي ما حضرتك قلت، منهم أستاذ هاني حتحوت ومختلف الشخصيات في الفكر والثقافة. بالنسبة للطلبة تمت ورش العمل في الأسبوع الأول، والأسبوع الثاني بدأت الثقافة، بدأ الماراثون الثقافي والماراثون الرياضي وماراثون المشروعات. الحقيقة المشروعات أو ريادة الأعمال احنا فوجئنا بالطلبة بيفكروا كمستثمرين مش كطالب، لا احنا فوجئنا بالفكر وفوجئنا بالتنظيم بالنسبة للطلبة وبالنسبة للمجموعات. الحاجة بقى الأهم في أولمبياد مدارس مصر هي عودت الطالب على العمل الجماعي، إن هم يشتغلوا ككرو أو كجروب أو كفريق عمل. في عدة مبادرات نتجت عن
أولمبياد مدارس مصر زي منها التاريخ كما يجب أن يحكى. طبعا دي الولاد كانوا مقدمين مشروع إن هم هيعملوا صايد على النت ب7 لغات يتكلم عن التاريخ بتاع السويس وبعدين تاريخ مصر بصفة عامة. كان في مبادرة تانية اللي هي ملاعبنا، الولاد كانوا بيتكلموا على إن تجهيز كافة الملاعب، وفعلا تم رعاية هذه المبادرات من قبل معالي الوزير المحافظ اللواء عبد المجيد صقر، إن إحنا هيبقى في دورة رمضانية لجميع مدارس السويس. كان في بقى حاجة الأهم برضو اللي هي الولاد طالبوا إن يبقى فيه زي رعاية نفسية لطلاب الشهادة الثانوية العامة في مختلف المدارس. والله دي حاجة لذيذة جدا عامة. ده الطلاب هم اللي عايزين كده الطلاب هم يعني، ده اللي كانت من عايزين الحاجات كده. اللي هم مقدمينها. ده من ضمن المشروعات او ريادة الاعمال اللي تم ده تفكير تقديمها. لطيف والله ومختلف بره الصندوق فعلا. ده ناس في الثانوية العامة بتطلع بعديها بعقد نفسية. طبعا ال 16 مدرسة في الدور النهائي ان شاء الله هيصفي 3 مدارس. في عندنا مدرسة الثانوية الجديدة، دي المدرسة حققت ال3 محاور نجحوا فيهم، اللي هو الثقافي والرياضي ورياده الاعمال، ودي المدرسه الوحيده اللي حققت ال3 محاور. وفي عندنا مدرسه نوويه موسى داخله برياضي ومعارف، وفي مصطفى مشرفه كل بقى داخله. مدرسة على حسب إمكانياتها والمستعدين فيها. طب الجائزة بقى في النهاية إيه، أو إيه اللي بيستفيدوا اللي بيحصل طبعا على المفروض ان الأولمبياد اللي وكده؟ اعلنت طبعا اعلنت الرحلة نفسها مفيدة، لكن برضو يعني عشان نحفز الناس كمان لمزيد من المشاركة. هو كان التحفيز بالنسبه للجوائز، ان المدرسه الاولى اللي هتفوز المدرسه هتاخد 100,000 جنيه، وكل طالب هياخد نص جنيه ذهب. ماشي. المدرسة الثانية اللي هتفوز هتاخد 50,000 جنيه، وكل طالب هياخد ربع جنيه ذهب زي ما اعلنت الجهة المنظمة للأولمبياد. الحلقة أولمبياد مدارس مصر فعلا حدث تاريخي وعمل طفرة في التربية والتعليم في محافظة السويس. فاحنا بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنشكر معالي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وطبعا كان الراعي والداعم الأساسي سيادة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس. وناس طبعا كتير من الشخصيات العامة شاركت. طبعا احنا بنتمنى انه ده يستمر كمان ونشوفه بقى في كل مدارس مصر. وتحية مرة أخرى من خلال حضرتك لكل الطلبة اللي شاركت، تحية للفائزين، وكمان يعني مرة تانية دي حاجة لطيفة لكسر الروتين التقليدي في التعليم وتحفيز الناس، يعني على الأقل إن يبقى فيه رغبة في إن الواحد يزيد من معارفه، يحسن قدراته ويستشرف المستقبل. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.